هنا التبديل القادم لأمير فؤاد مجددنا في الجهة اليسرى عرضية الساحر. لاحظ امير الله 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 هو كل الهدف، هو اكثر من نصف الهدف. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. خلونا نتحدث هنا عن ركلة جزاء صالح المنتخب العراقي أمير العماري. أمير في مواجهة خالد الحاج العثمان. أمير العماري في مواجهة خالد الحاج العثمان. أمير الله عادت الأسود إلى الميدان الذي لا نقطة للتعادل. العراق سجل، الأسود تزر ترغب في أن تكون في موقع الثاني بجاسم انطلاقتها.